أخبار اليوم. دلوقتي السؤال الخامس، قلنا عليه 8 درجات بينقسم إلى جزئين. أنا عندي بجيب لك 3 كلمات، حط كل كلمة في جملة. يا جماعة خلي بالكو، السنة اللي فاتت وإحنا بنصحح لقينا حاطين 3 كلمات في جملة واحدة. طب ما ينفعش. خلي بالك أنا عندي رقم 1، رقم 2، رقم 3. بكم جملة؟ بثلاث جمل. بكم درجة؟ بثلاث درجات. طب يا ربي بيقيس فهمي في العبارة اللي أنا كتباها وإنت هتكون بيها جملة مفيدة. أفان دو، يا ربي أفان يعني قبل، ودو قبل أن. طب أنا عارفة كويس قوي أفان دو. طيب أقرأ الكلمة التانية، كومم، بيقيسك في أي كلمة من المنهج. فاكرها ولا مش فاكرها؟ كومم. حد فاكر كلمة كومم يعني إيه؟ رغم ذلك، رغم ذلك. طب أنا عندي السؤال الثالث، كلمة التالتة على إيه؟ دايوغ. واخدينها يا رب مع يوسف شاهين في الدرس بتاع يوسف شاهين. دايوغ يعني بالإضافة أو علاوة على ذلك. طب أبتدي مع بعض كده ونشوف أول جملة حد يبتدي ويعمل أي جملة. أنا عن نفسي كمدرسة لغة فرنسية والله هكتب جملة اعتبروها جملة أي حاجة عادية جدا، وخلي حد يقول لي إن الجملة دي ما تاخدش درجة غصب عن عين أي حد. ده أنا حطيت السوجي والفيرب والتعبير اللي أنت حضرتك طالبه مني والقانون اللي أنا عارفاه كويس قوي، بعد ده لازم الفيرب في الانفينيتيف. كتبت جملة صغيرة، محدش يقول لك ولا مدرس يقول لك اكتب جملة وعقد الدنيا. لا يا ابني، جو مانج افون دو سورتير. في جملة أبسط من كده؟ حد يفكر في جملة تانية؟ جو مانج افون دو سورتير. ماشي؟ سهلة ولا مش سهلة؟ طيب الجملة التانية، يا ربي كمان دي صعبة قوي، يعني رغم ذلك، رغم ذلك هقول ايه؟ tu es malade mais tu dois marcher quand même. يعني ايه؟ انت مريض ولكن لازم تمشي رغم ذلك. صحيح انا عيانة لكن لازم تعمل حاجة. في جملة في كتاب مدرستك، خلي بالكم من كتاب المدرسة اللي انتوا مش بتفتحوه، tu es pauvre، انت فقير ولكن تدوي بيي كومام، لازم تدفع برضه. يبقى انا عارفه كلمه اصطلاح كومام يعني رغم ذلك. طيب الجمله الثانيه دايوغ، مذاكرين كويس قوي ان دايوغ يعني علاوه على ذلك بالاضافه، يعني الجملتين ماشيين في نفس الاتجاه مش متضادتين ابدا. يبقى جملتين مع بعض، بقول جيم لا ميوزيك دايوغ بالإضافة علاوة على كده جو فودغي اتخ شونتور، أنا عايزة أكون إيه؟ مغني، بما إني بحب المزيكا يبقى هغني. ثلاث جمل هادين صغيرين. صحيح هتقولي أنا مدرسة وبكتب، طب أنا بكتب لك جمل سهلة أوي، بس أنت حاول افتكر التعبير معناه إيه؟ وبلاش شغل حفظ الصم والله، بهدوء كده انت قادر على انك تكون جملة احلى من جملة يكونها لك مدرس. خلصت الثلاث درجات؟ عندي الموضوع اللي زعلان منه اللي بيجي ليلة الامتحان، يا مسيو اني واحد عشان احفظه صم عشان احطه. محدش قالك كده يا حبيبي، ده انت بقدراتك هتكون 4 جمل وتاخد الخمس درجات كويسين جدا. اعمل اجتهادك واحفظ كم موضوع زي ما انت عايز، لكن برضو خليك انت قادر على انك تكون جملك. ما تحتس. طب افرض وضع الامتحان حطلك موضوع ابعد ما تتصور، هتعرف تكون الجمل ولا ما تكونش؟ وانا بنصحكم نصيحة، احنا بنجيب موضوعين اختار منهم واحد. انصحك كطالب
حل الموضوعين يا ابني، سواء حافظه ولا مش حافظه. اللي حافظه اكتبه، واللي مش حافظه حاول فيه، ما يمكن اللي انت كتبته ما يخدمكش في الموضوع. هبص على التاني انا كمصححة وحاول اديك درجات. اكتب في الموضوعين، وهيبقى وانت بتكتب في الموضوعين، الله ده لسه ولا ساعة الا ربع. طب مستعجل ليه؟ ما تقعد نشوف اول موضوع عايز مني ايه. بيقول لي vous avez vu un accident en allant à l'école. شفت حادثة وانت رايح المدرسة. متهيألي ده موضوع في الصميم انتوا واخدينه كتير. Écrivez un article pour décrire cet accident. عشان توصف الحادثة. Le lieu, la cause, les conséquences. دايما يديني تلات عناصر. Le lieu يعني مكان الحادثة. صحيح وانت رايح المدرسة، بس انت قول فين قدام فين بالظبط. La cause السبب. Les conséquences النتائج اللي حصل. مين اتصاب ومين مات وعملت ايه مع المصابين دول. طيب الموضوع التاني بيقول لي ايه؟ اكريفي اون لتر، اكتب خطاب لصديقك الفرنسي لكي تحكي له. بور لوي راكونتي ان فواياج كو فوز افي في. انت عملت رحله، اكتب جواب لصديقك الفرنسي، احكي له عملت ايه. وكاتب لي عناصر، أين ذهبتم؟ مع من؟ ماذا فعلتم؟ وما توقعش الخطاب. وخلي بالك، خلي بالك فورمة الخطاب بدرجة، فاكتب فورمة الخطاب صح. طب نبتدي مثلا بالموضوع الأولاني. أنا هبتدي بالموضوع الأولاني. كاتب إيه يا ربي؟ هشوف. مش عايز يدفع. كمان لا طلعه بس كم. ماشي. انا عندي بيقولوا لي ان الموضوع الواحد في نموذج الاجابه، الموضوع الواحد بخمس درجات، وبندي تعليمات للمصحح. خلي بالك انه التزم بما طلب منه في رأس السؤال، وكل انتاج سليم ومنطقي مقبول، ويدوبك بس بنخصص درجة واحدة للأخطاء الإملائية. طيب الحمد لله. هو طالب مني ايه؟ طالب مني اكتب مقال عن حادث. قال لي اكتبي ايه؟ قال لي اكتبي اربع جمل. انا لو انا حاولت والله هكتب نفس الجمله اللي هو كاتبها لي. انا لو امونيكول ايير متى، انا حددت الميعاد. جي في. طب هو قايل لك فوز افي في، يعني هحول الكلام بجو. جي في ان جران اكسيدون، انا شفت حادثه. لازم احدد مين خبط في مين. قمت قلت ان كاميون اغتي صدم ان بس اتوبيس، يبقى قلت مين خبط في مين امبارح الصبح عند المدرسه. لو كاميونور اللي هو سواق عربيه نقل، انا دلوقتي هتكلم في ظروف الحادثه. ظروف الحادثه بنسميها بالفرنساوي لي سيركونستانس دو لاكسيدون، يعني خبطوا في بعض ازاي. لو كاميونور سائق العربيه النقل غولي كان ماشي، طبعا لما اوصف هحط الامبارفي، كان ماشي تري فيت بسرعه جدا. اي نا با بي فوار، ما قدرش يشوف الاوتوبيس à cause de la brume بسبب الضباب. يبقى انا قلت خبط فيه ازاي؟ لان الرؤيه ما كانتش واضحه، فقام صادم الاتوبيس وماشي بسرعه، ما قدرش يلمح الاتوبيس من الضباب فخبطه.
كده انا عديت للعنصر الثاني اللي هي ظروف الحادثه. يبقى في الاول اعلنت الحادثه، مين خبط في مين وامتى وعند المدرسه، طيب وقلت ازاي. دلوقتي لازم اقول ايه نتائج الحادثه اللي هي لي كونسيكونس دو لاكسيدون. طيب هقول اجمل جمله متعودينها، هذا الصدام سات كوليزيون، واجمل فيرب تستعمله بكل بساطه فيرب فاغ. ا في كم ميت؟ دو مور. ادي بليسي وعشرة مصابين. اكتب اللي انت عايزه، اكتب عشرة مصابين بس، اتنين ميتين بس، اكتب الضحايا اللي تعجبك. هذا الصدام عمل كذا. طب انا ترانسبورتي مين او ان دي؟ معرفش اي حد. انا البوليس، الاسعاف، ممكن تكون انا برضو. كلنا شاركنا في ايه؟ شاركنا في المشكله ونقلنا الضحايا فين؟ المستشفى. ده العمل الانساني اللي بيقوم بيه انسان. قمنا نقلناهم المستشفى. نهيت يبقى انا عايزه اعد معايا كام جمله؟ ادي جمله، ادي اتنين، ادي ثلاثه، ادي اربعه. ده انا اديت للمصحح خمسه وكمان جمله تعجبيه. يا عم حط الخمس درجات وقول انا واحد متفوق، ما تنزلش مني ولا درجه ولا غلطه حرف ان شاء الله. كل كاتاستخاف، ايه الكارثه دي؟ كده انا خدت خمس درجات. ما توقفش وتقول الله ده المسيو قال لي احفظه وكتبته بالنص. طب وانت وراك ايه يا ابني؟ ما تحاول. مش بتيجي. ما تحاول معايا. معلش اكتب الخطاب، ايه المشكله؟ قمت برحله الاقصر ولا الاسوان ولا الاسكندريه؟ طب ما انا اكتب الخطاب. الخطاب هكتبه ازاي؟ خلي بالك وانا بصحح الخطاب اهم حاجه اشوف مكان المرسل. سواء انا في القاهره هكتب القاهره، سواء انت طالب في اسكندريه اكتب اسكندريه، سواء انت طالب في مطروح اكتب مطروح، لو انت طالب في قول ايه انا مش عارفه دمياط اكتب دمياط. المهم ان احنا بنقرا ان دي مدينه المرسل، زائد احط فاصله واكتب له تاريخ الامتحان ايه؟ 18/6 او 16/6، اكتب اللي انت هتكتبه. هكتب بعد كده ايه؟ شارامي. هكتب تحت ايه؟ ابيانتو، واحط نقط مطرح امضتي. كده انا ضمنت درجه من الخمسه. طب هو عايزني اقول له ايه؟ ان انا عملت رحله في مكان ما مع الاصدقاء. يبقى دايما انت حافظ جو تكري سات لتر بور تو دير كو، يعني ايه؟ اكتب اليك هذا الخطاب لاقول لك ان. متهيألي كل الناس حافظين بداية الخطاب دي. Je t'écris cette lettre. عايز تكتب Je suis content de t'écrire cette lettre، براحتك. واحد يقول لي لا ده المسيو بتاعي ما حفظني الجملة دي. فين؟ أفعل ده منين؟ طب خلاص. ممكن تكتب Je suis content de t'écrire cette lettre، جملة جميلة جدا برضو Je suis content de t'écrire cette lettre. بعد كده هقول له ايه؟ J'ai fait un voyage. مش هو اللي كاتبها لي في راس السؤال ولا مش كاتبها؟ مش كاتبها؟ لا كاتبها، كاتب لك vous avez fait. يبقى انا هكتب J'ai fait un voyage. فين؟ الوكسار. مع مين؟ افيك ميز امي. امتى؟ اون فاكونس. عايز تكتب اون فاكونس بس اكتب. عايز تكتب لو فوندردي باسي اكتب الجمعه اللي فاتت. طب اون فاكونس دو مي اني، نص السنه، اجازه نص السنه. طيب طبعا اللتر ده هيقيس فيك ايه؟
متمكن في تكوين جملك بالباسي كومبوزي ولا لا؟ Nous avons logé à l'hôtel Mina. نزلنا في اوتيل مينا. نقطة. عشان خاطر شوف تركيبة جملتي سوجي فيرب كومبليمون. اسكت. هبتدي جملة جديدة بس زواها بدبار وانسويت وانفان. دبار أولا ثم وبعدين. دبار Nous avons visité les monuments. يعني إيه؟ أولا زرنا الآثار. يبقى أنا عندي نو هي السبجكت الفاعل، افون فيزيتي الفيرب، لي مونيمون الآثار المفعول به، إيه لي تومبل والمعابد. جملة جديدة إيه أند و إيه نوزافون بري دي فوتو، أخذنا صور. نقطة. هحلي كلامي بإيه؟ أنسويت ثم نو زافون اشتي دي سوفنير، اشترينا هدايا. مش عاجبك سوفنير اكتب كادو، هدايا مش مشكلة. فريمون عايز تكتبها تكتبها، ما تكتبهاش مش مهم. فريمون يعني حقا. نو زافون باسي ان تان اغريابل، قضينا وقت ممتع. انفان اخيرا نو سوم غوتورني، خلي بالك فيرب غوتورني مع اتر مش مع افوار، يبقى هقول نو سوم وغوتورني عشان خاطري خلي بالك لازم ازود اس عشان هنا في اكار عشان هنا في فيرب اتر. نو سوم غوتورني اورو، سعداء. كال بو فواياج، يا لها من رحله جميله. جمله تعجبيه زايده، عايز تكتبها ما تكتبهاش انت حر. محفظينك دايما اقفل الجواب باكري موا فيت. يعني ايه اكري موا فيت؟ اكتب لي بسرعه. يا اما اكتب كمان جاتون تا لتر، انا منتظر خطابك. ابيانتو وتونامي، وشدينا نقط لاني ممنوع اكتب اسمي في ورقه الاسئله، واقول له خلاص الحمد لله هبتدي اراجع وانا مش مستعجل كده. الحمد لله يا رب اكون ضمنت الاربعين درجة، وراجع مرة واثنين وثلاثة واقول شكرا وبالتوفيق ان شاء الله.